نلاقي فور تيرمز. الراجل ده بيقول لي فاكتورايز، مش هيقول لك لا باي جروب ولا اي حاجه، بس طبيعي ان لما يبقوا فور تيرمز اكيد مش هقدر اشتغل غير بفكره ادور على الكومن. طب انا دلوقتي وانا بدور على الكومن ممكن الاقي في الفور تيرمز؟ ممكن. طب تعال ندور، ايه مفيش ايه خلاص، اكس مفيش اكس خلاص، سي مفيش سي خلاص، واي مفيش واي. يبقى موضوع ان انا اشوف الكومن مش هياخد في ايدينا وقت، فما لقيناش في الفور تيرمز كومن، نبتدي نعمل ديفايد، هنعمل تريال ونجرب. بس وانا بجرب انا هعمل ديفايد واقسم اتنينات، هاخد كل اتنين ترم مع بعض وبينهم بلس، يبقى ايتش تو تيرمز اهو. طب وانا بنقل لازم كل واحد بالساين بتاعته، ينفع اخد ده مع ده؟ شكرا، عشان انت شرطت قلت لي ماست بي لازم يكون في بينهم كومن. طيب ايه اكس ينفع مع مين؟ شكرا يا مستر، انا هجرب هاخد اي اكس ومعاها نيجاتيف سي اكس، اشمعنى اقول له في بينهم اكس؟ ايه اللي اتبقى؟ بص معايا، الراجل ده والراجل ده. طب انا لما اجي اكتب ده يبقى نيجاتيف سي واي، وادي هنا اي واي، يبقى انا خدت دول في كومن اكس، خدت دول في كومن واي. تعالى طالما انت قسمت على الكومن تعالى نخرج الكومن، مين الكومن؟ شكرا، اعمل براكت، انا خدت من هنا اكس تتبقى ايه، خدت من هنا اكس تتبقى سي. بنفس الطريقه مين الكومن؟ واي، هياخد الواي. خلي بالك البلس اللي انت حاططها سيبها، انت قلت هاخد واي، خدت من هنا واي يتبقى لي نيجاتيف سي، خدت من هنا واي يتبقى لي ايه. علشان تعرف تكمل لازم التو براكت دول يكونوا سيم سيميلر، زي بعض في الترمز زي بعض في الباور. بص معايا هنا ايه هنا ايه، بشرط دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، سي نيجاتيف ادي السي نيجاتيف. يا مستر ده عاملين كوميوتيف ومبدلين، مش مهم، المهم يا سي انت نيجاتيف اهو انا نيجاتيف، يا ايه انت بوزيتيف اهو انا بوزيتيف. فانت بتخرج اول كومن لازم يطلع لك كومن تاني، بس المره دي براكت، هناخد الاي ماينس سي كله على بعضه، خدته كله على بعضه انا بنسل وكنسله، عشان هعمل براكت جديد واعمل ايه؟ اكتب الريميندر، من هنا اتبقى لي اكس ومن هنا اتبقى لي واي. طبعا انا شفتكم الحمد لله حليتوا الطريقه غير طريقتي، صح يا ريس؟ لكن في الاخر انت طلعت نفس البراكت؟ اه. يبقى في الجروبنج انا اقدر اختار تقسيمه غير المستر، اختار تقسيمه غير الزميل اللي قاعد جنبي، لكن احنا الاثنين لازم نخرج اول كومن ولازم يطلع لي تاني كومن، ما طلعش اطلع وغير التقسيمه. تعالوا نشوف another example.